السلام عليكم ليكيب، شكرا لكم خير، شكرا لكم. معكم أستاذ أمين تاع تاريخ وجغرافيا. إذا جيتكم في الجزء الثاني تاع الفيديو تاع المصطلحات المقترحة في بكالوريا 2023 ليكيب. نشاط حيوي، على بالي بلي راكم عيانين، وعلى بالي بلي الحق الوقت تاع الباك، وعلى بالي بلي لابيريود هذه فيها تعب. مين لو كان تبني الفكره في راسك بلي بقى غير واحد الشهر قدام ونخلص التعب ويخلص كلش، فخلاص لازم تجاهد وتكافح في الشهر هذا، وبعد يخلص التعب وبعد يسموك ناجح وتدي الباك وتروح للجامعه وتولي طالب جامعي ان شاء الله. لكن كونك ايجابي وروح معايا صح. المصطلحات اللي مازالوا لنا ويقدروا يطرحوا في البكالوريا باذن الله، عندنا التعايش السلمي. وشنو التعايش السلمي؟ نقوله هو سياسة جاء بها الرئيس السوفيتي خروتشوف، تقوم على تقريب أوجه النظر بدلا من التنافس والتعصب. جماعة احنا كان عندنا صراع كبير بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، ومن بين أسباب الصراع كانوا عندنا زوج قادة متعصبين. شكون هما؟ اللي هما الرئيس الأمريكي ترومان والرئيس السوفيتي رئيس الأمريكي ترومان والرئيس السوفيتي ستالين. أقول شوفوا العيال كيف الله غالب. إذا هنايا هادو زوج كانوا متعصبين، توفي ستالين وانتهت عهدة ترومان، جاء في بلاصة ستالين واحد اسمه خروتشوف، وجاء في بلاصة ترومان واحد اسمه ايزنهاور، فتبنوا سياسة. والأب التعايش السلمي هو الرئيس السوفيتي خروتشوف. خروتشوف قالوا لازم نخدموا مع الأمريكان ونتعاملوا معها ونورمال ونحي التعصب، فقرب المعسكرين كل تقوم على تقريب أوجه النظر. إذا نعاودوها، التعايش السلمي سياسة جاء بها شكون؟ خروتشوف. قرب المعسكرين تقوم على تقريب أوجه النظر بدلا من التنافس والتعصب. صح. الانفراج الدولي، التعايش السلمي هو اللي ينتج عنه حاجة باسمها الانفراج الدولي. يقولوا مرحلة جديدة في العلاقات الدولية تميزت بانخفاض التوتر ونهاية الأزمات. العالم كيطبق التعايش السلمي والمعسكرين كيطبقوا التعايش السلمي، انتهت الأزمات. آخر أزمة في العالم هي أزمة كوبا، بعدها ما كاش أزمات. هنا يوصل التوتر، نقص التوتر بين المعسكرين وانخفض التوتر وانتهت الأزمات، فنقولوا تلك الفترة اللي عاشها العالم اسمها فترة الانفراج الدولي. انعقد مؤتمر سنة 1955 في أندونيسيا يسمى مؤتمر باندونغ. إذا قال لي عرفوا، نقولوا هو المؤتمر الذي انعقد وين؟ في أندونيسيا. وش من عام 1955 تم على إثره إنشاء الحركة الأفرو آسيوية. سنة 1955 اجتمعت الدول الإفريقية والدول الآسيوية، وين اجتمعوا؟ في دولة اسمها أندونيسيا، في بلاصة اسمها باندونغ، فأنشأوا الحركة الأفرو آسيوية. إذا نقولوا بعد مؤتمر باندونغ تم إنشاء الحركة الأفرو آسيوية. إذا قال لي عرف الحركة الأفرو آسيوية، أعكس مؤتمر باندونغ وتفريتها. واش تقولهم؟ قولهم هو هي تلك الحركة التي تأسست سنة 1955 بعد مؤتمر باندونغ. نقول تقوم بالدفاع عن حقوق الشعوب الإفريقية والأسيوية. في 55 كما قلنا انعقد في إندونيسيا مؤتمر واسمه باندونغ، وكانت نتيجته ظهور الحركة الأفرو آسيوية. أدبنا الانحياز، نقولوا هي الحركة ولا المنظمة السياسية تأسست سنة 1961. 1961 اجتمعت مجموعة من الدول الإفريقية والآسيوية في بلاصة واسمها يوغوسلافيا، مفهوم، في العاصمة بلغراد. هذه الدول اللي اجتمعت في يوغوسلافيا قررت اتباع سياسة الانحياز الإيجابي. ملاحظة صغيرة، الدول اللي اجتمعت هنا هي نفس الدول اللي اجتمعت هنا، يعني الدول الحركة الأفرو آسيوية هي نفس الدول حركة عدم الانحياز. لذلك شنو نقولوا لك؟ نقولوا امتدادا الحركة الأفرو آسيوية. وش معناتها؟ شوف، منظمة سياسية دولية تأسست سنة 1961 امتدادا. شو معناتها امتدادا؟ معناتها كان اسمها الحركة الأفرو آسيوية ولا اسمها حركة عدم الانحياز، اتبعت سياسة الانحياز الإيجابي. وش معناتها سياسة الانحياز الإيجابي؟ معناتها ما يتبعوا لا معسكر شرقي لا معسكر غربي. صح. أروح معايا. النفوذ والهيمنة التي تفرضها الدول العظمى على الدول الضعيفة في جميع المجالات. كي يقولوا دولة فرض نفوذها على دولة، وش معناتها فرض السيطرة ديالها على دولة؟ مثلا فرنسا كانت فرض نفوذها الكبير على القارة الإفريقية، فهمتني؟ الولايات المتحدة فرض نفوذ على عديد الدول في العالم، مفهوم؟ إذا نقولوا النفوذ هو الهيمنة هي السيطرة التي تفرضها الدول العظمى فرنسا بريطانيا روسيا هذا على الدول الضعيفة في جميع المجالات، مجال سياسي، مجال عسكري، مجال اقتصادي. الخط الهاتفي الأحمر، 1963 بعد أزمة كوبا، الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قرروا يديروا هاتف يربط الدولتين، يربط العاصمة موسكو بالعاصمة واشنطن. إذا نقول الخط الهاتفي الأحمر أنشئ سنة 1963 يربط موسكو بواشنطن من أجل حل الأزمات الطارئة، سموه ديجا الأحمر. علاش؟
لان اللون الاحمر يرمز للخطر. اذا 1963 تم انشاء خط هاتفي احمر بين موسكو وواشنطن باش يحلوا الازمات باش ما يزيدش الكوكايين صراع. تطبيقا الخط الهاتفي الاحمر داروه تطبيقا لسياسه التعايش السلمي صراحه. اتفاقيه سالت هي اتفاقيه وقعت على مرتين بين القياده الامريكيه والسوفيتيه. القياده الامريكيه يعني رئيس الولايات المتحده ورئيس الاتحاد السوفيتي وقعوا اتفاقيه. الاولى كانت في 72 والثانيه كانت في 79 من اجل الحد من انتاج الاسلحه الخطيره. كي كانوا يطبقوا في التعايش السلمي حنايا العلاقه بين المعسكرين واش كانت؟ كانت علاقة سباق نحو التسلح. أمريكا تجري باش تخدم سلاح، الاتحاد السوفيتي يجري باش يخدم سلاح. علاش؟ خوفا من الحرب العالمية الثالثة. كانوا يجروا باش يخدموا سلاح باسكو خايفين تكون كاين الحرب العالمية الثالثة. طبقت سياسة اسمها التعايش السلمي. التعايش السلمي نقصد الصراع، نقصد الأزمات، نقصد بزاف حاجات. فهنا المعسكرين تفاهموا في 72 وزادوا تفاهموا في 79 باللي ما يزيدوش يخدموا سلاح ضد بعضاهم. فوقعت حاجة اسمها اتفاقية صالح الأولى وصالح الثانية. صح. مؤتمر مالطا هو المؤتمر الذي عقد بين الرئيس الأمريكي بوش الأب والرئيس السوفيتي غورباتشوف. بوش من عام 1989. في 1989 تلاقوا الرئيس الأمريكي بوش الأب والرئيس السوفيتي غورباتشوف. تلاقوا في دولة اسمها مالطا ولا هي جزيرة مالطا. جزيرة مالطا وين جاية اكزاكتومو؟ جاية بين تونس والقليل يعني في البحر الأبيض المتوسط. تم فيه إعلان نهاية الحرب الباردة. في مؤتمر مالطا أعلن الرئيس الأمريكي والرئيس السوفيتي خلاص حاجة اسمها الحرب الباردة. البروستوريكا كلمة روسية تعني إعادة البناء. الجلاسنوست كلمة روسية تعني الشفافية. الترويكا كلمة روسية تعني القيادة الثلاثية. يعني في ثلاثة كلمة روسية. شوف بروستوريكا هي إصلاحات جاء بها الرئيس غورباتشوف. غورباتشوف كيحكم الاتحاد السوفيتي دار حاجة اسمها البروستوريكا. وش معنى البروستوريكا؟ قال لهم لازم نعاودوا نبنوا الاقتصاد تاع بلادنا باش ما يغريبش باش ما تربحناش الماليكان. هذه في سنوات الثمانينات. إذا فنقولوا كلمة روسية تعني إعادة البناء وهي إصلاحات جاء بها الرئيس غورباتشوف لإعادة بناء الاقتصاد السوفيتي. الجلاسنوست كيف كلمة روسية مستعرفة على البروستوريكا وهي إصلاحات جاء بها الرئيس السوفيتي غورباتشوف. تعني هذه الكلمة الشفافية. الشفافية يعني ما كاش فساد. حب يقضي غورباتشوف على الفساد. علاش دار الشفافية؟ قولوا من أجل القضاء على الفساد المالي. في الاتحاد السوفيتي كان عندهم فساد كبير، أراد غورباتشوف القضاء عليه عن طريق حاجة اسمها الشفافية. الشفافية سماها هو بالجلاسنوست. أثناء سياسة التعايش السلمي ظهرت كلمة تسمى الترويكا، كلمة روسية تعني القيادة الثلاثية. شكون؟ ثلاثة قادة، خروتشوف، بولغانين، مالينكوف. قولوا هذه الثلاثة ساهموا في نشر سياسة التعايش السلمي. إذا هادو تكملة للفيديو الأول، يعني اللي لحق بالفيديو هذا وما شافش الفيديو الأول يروح يدخل لاباج ويدخل يحوس على الفيديو الأول. يدخل فيديو تلقاو الفيديو الأول تاع المصطلحات المقترحة في بكالوريا 2023. إذا كانوا هادو مصطلحات الوحدة الأولى، الفيديو الأول والفيديو الثاني. استناوني في الفيديو الجاي إن شاء الله، إن شاء الله قريبا جدا في الفيديو المصطلحات تاع الثورة الجزائرية. هكذايا باش نكونوا بقوة ونجيبوا الباك كامل وراكم كامل ناجحين. راني معاكم حتى دقيقة الأخرى. جامي نتسلى عليكم. سلام.